السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفهوم الرابع التواصل ونقل المعلومات. النهاردة ان شاء الله هنركب الطيارة وهنروح على تايلاند، هنحضر هناك عرض مسرحي في وسط الغابات، بس الابطال بتوع المسرحية مش هيكونوا ناس عاديين ولا ممثلين عاديين ولا بشر، امال هيكونوا ايه؟ هيكونوا عبارة عن حشرات غريبة. اسمها ايه الحشرات دي؟ اسمها الخنافس المضيئة. نزلنا في وسط اشجار المانجروف، لقينا الليل منور بفضل مين بقى؟ بفضل الخنافس المضيئة، عمالة تعمل انوار مختلفة وتضيء في اثناء الليل، فخلت الليل كله كأنه ايه؟ منور وشيء مبهج، وعملت عرض مسرحي جميل جدا. والخنافس المضيئة أثناء العرض المسرحي كانت بتعمل أشكال جميلة جدا في الهواء وحركات في الجو عن طريق أجنحتها وهي طايرة، لكن أجنحتها ما كانتش بتطير بيها وبس، لكن كانت كمان بتطلق من خلالها ومضاد ضوء بتنير الليل وتجعله يتلألأ كأننا ايه؟ كأننا قاعدين في وسط حفلة وأنوار كتيرة جدا منورة المكان وإضاءة ولمبات منورة، خلاص فكان المنظر جميل جدا. والخنافس دي قسمت نفسها لمجموعات، كل مجموعة منهم بتعمل أنوار وأضواء مختلفة عن المجموعة الأخرى عشان يعملوا أشكال حلوة، وكمان كانت كل مجموعة ممكن تغير نمط أضواءها وألوانها علشان تقلد نمط وأضواء المجموعة التانية، يعني بيقعدوا يقلدوا بعض في تغيير انماط الضوء بتاعهم. بس احنا عمرنا ما شفنا حيوانات او حشرات بتضيء ابدا، طب ازاي الخنافس دي بتضيء عامله زي ما تكون لمبات بتنور؟ ازاي؟ عن طريق بيحدث تفاعل كيميائي داخل اجسامها بيخليها تضيء، وبالذات بالليل بتبقى منوره خالص وباينه، وممكن تنور الضلمه زي ما انا قلت وحكيت في العرض المسرحي. طب ليه الخنافس دي بتقوم بإصدار ذلك الضوء وليه بتنور؟ ليه الغرض من كده ايه؟ دي طريقة للتواصل فيما بينهم، زي ما احنا مثلا عشان نتواصل مع بعض بنتكلم او نكتب خلاص او نعمل بعض الحركات، فبرضو الخنافس دي بتتواصل مع بعضها عن طريق اصدار ذلك الضوء او عن طريق اصدار اضواء مختلفة. طب ايه كمان غير ان هم يتواصلوا مع بعض؟ رقم 2 لتحذير بقية الخنافس اصحابها من قدوم حيوانات مفترسة. خلاص رقم 3 بتصدر ذلك الضوء لجذب الجنس الاخر وذلك للتكاثر. ايه وجه التشابه بقى بين الاضواء التي تصدرها الخنافس المضيئة والاختراعات التي اخترعها الانسان؟ الاجابة ببساطة هي اضواء المصابيح او الكشافات، هنجد ان هي فعلا بتضيء لنا بالليل زيها بالظبط، وده دليل على التفاعل اللي موجود بين الإنسان والطبيعة اللي هو عايش فيها. الناس أو البشر بيتواصلوا مع بعض إزاي؟ عن طريق الكلام أو الكتابة أو بعض الحركات. طيب هل ممكن نتواصل مع بعض عن طريق الضوء؟ لا، بس في بعض الحالات الخاصة اللي احنا ممكن نتواصل فيها مع بعض عن طريق الضوء. ازاي؟ يعني مثلا لو في بعض الركاب راكبين في سفينة وماشيين في البحر وتلك السفينة ايه؟ ضلت الطريق، يعني تاهت. دلوقتي السفينة دي هتبدأ ان هي تحاول تلفت الانتباه ان هي تاهت، فازاي هتلفت الانتباه وهي في وسط البحر؟ عن طريق الالعاب النارية اللي هتقعد ايه؟ تطلقها في السماء، والألعاب النارية دي بتكون عبارة عن إضاءة كبيرة في السماء عشان لو في حد بعيد أو سفينة بعيد عنها شوية تشوفها تيجي تنقذها، خلاص يتم إيه؟ إنقاذهم إيه وما يتهوش. لما الخنافس المضيئة تستخدم الضوء للتواصل مع بعضها أو البشر في وسط السفينة لما يتوهوا ويستخدموا الألعاب النارية في السماء الإيه؟ عشان التنبيه، عشان حد يجي ينقذهم. الاضواء دي هنستخدم فيها حاسه ايه بقى؟ اكيد حاسه البصر هي اللي هتكون مستخدمه هنا لاستقبال تلك الاشارات الضوئيه. دلوقتي بعد ما خلصنا العرض المسرحي احنا جوعنا، فجي النحل وعزمنا على وليمه كبيره كلها عسل كتير. طيب هنروح دلوقتي خلية النحل وهندخل خلية النحل. طب احنا عايزين نعرف النحل ازاي بيتواصل مع بعض وازاي بيتفاهموا مع بعض. بيتفاهموا مع بعض ازاي؟
ان هم بيقوموا ببعض الحركات بتدور النحلة حول نفسها في نمط على شكل رقم 8 مع اهتزاز جناحيها، وبذلك ان هي بتخبر بهذه الرقصة باقي النحل بالاتجاه الصحيح والمسافة الصحيحة الى ايه؟ الغذاء، يعني الى مكان، بتخبر بقية النحل بايه؟ ها؟ بمكان الزهرة فين بالظبط، والمسافة بين الزهرة والخلية بتاعتهم قد ايه بالظبط، عن طريق ايه بقى؟ شكل 8، بتقعد تلف على شكل 8 وهي بتهز ايه جناحاتها، فبيفهم النحل في خلية النحل هذه الشفرة، ثم يطير الى الموقع اللي حددته لهم النحلة دي، وهي اسمها النحلة الكشافة لان هي اللي بتروح وبتدور على الاماكن اللي فيها الزهور اللي فيها رحيق كتير علشان يروحوا هم ويجيبوا منه العسل ويصنعوا العسل ويحطوه في الخلية بتاعتهم، وبعدين احنا نيجي ناخد العسل ونأكل على الجاهز. يلا بينا نشكر النحل على العسل اللذيذ. ولو كانت الزهرة اللي اكتشفتها النحلة الكشافة قريبة من الخلية، فالنحلة الكشافة بترقص رقصة واحدة فقط، أما لو رقصت النحلة الكشافة 3 رقصات أو أكثر، فهذا يدل على أن الزهرة اللي هي وجدتها إيه؟ بعيدة عن مكان الخلية، وده دليل على أن النحل في الخلية بيتواصل مع بعضه عن طريق الحركات، والحاسة المستخدمة هنا هي إيه؟ البصر طبعاً. وتعتبر طريقة الحركات التي يفعلها النحل عشان يتواصلوا مع بعض دي تعتبر شفرة، هم بيفهموا بيها بعض وهم عايزين ايه بالظبط من بعض، ولذلك تعتبر الشفرات مفيدة جدا للنحل، وذلك بسبب عدم قدرة النحل على التحدث، ولكنه يمكنه استخدام الشفرات بالحركات للتواصل فيما بينهم. والشفرات او الحركات دي بتفيد النحل في ايجاد الغذاء بتاعه وتحديد المسافة بالظبط بينه وبين الخلية وبين مكان وجود الزهور اللي فيها الرحيق اللي هو محتاجه عشان يعمل العسل بتاعه والغذاء. طيب، ما أوجه الشبه بين طريق التواصل الإنسان والنحل؟ يستخدم الإنسان والنحل الحركات لإرسال الرسائل، ففي النحل بيستخدم الشفرة عن طريق قلنا أداء بعض الحركات على شكل إيه؟ رقم 8 ليعبر عن الاتجاه الصحيح عشان يدور على الغذاء بتاعه ويوجه بقية النحل لمكان الزهور. أما في الإنسان فبيستخدم الإنسان الحركات لتوصيل رسائل قصيرة مثلا مرحبا أو لا أو لذوي الاحتياجات الخاصة في لغة الإشارة للتواصل. ما هي الشفرة؟ الشفرة هي نمط له معنى للتواصل. دلوقتي احنا هنسيب الأرض وعايزين ننزل تحت البحر أو المحيط علشان عايزين نعرف الأسماك أو الحيتان أو القروش كيف تتواصل مع بعضها، يا ترى هم كمان بيصدروا أضواء لبعض عشان يتكلموا مع بعض، ولا بيتكلموا مع بعض، ولا بيعملوا حركات، ولا يا ترى بيصدروا أصوات، ولا بيعملوا إيه بالظبط عشان يتواصلوا مع بعض. هنركب دلوقتي الغواصة بتاعتنا وهننزل تحت البحر وهنشوف ايه الحيتان، ونشوفها من خلال الشباك الازاز هي ازاي بتتواصل مع بعض وبيتفاهموا مع بعض ازاي. هنلاقي ان الحيتان، في حيتان تحت المحيط اسمها الحيتان الحدباء، خلاص بتتواصل مع بعضها عن طريق الاغاني، عن طريق مجموعة من النغمات وسلسلة من الاغاني ومقطوعات موسيقية، وبتختلف نوعية الأغاني اللي بتصدرها تلك الحيتان من فمها على حسب الموسم، يعني ايه على حسب الموسم؟ اذا كان فصل الصيف او الشتاء او الخريف او الربيع. هنجد مثلا انها في موسم الشتاء بتعلو درجة صوت اغاني الحيتان الحدباء، وتنتقل الاصوات ذات الدرجات العالية بصورة جيدة في الماء البارد، وذلك من أجل التزاوج. أما في فصل الصيف تنخفض درجة أصوات الأغاني عند الحيتان الحدباء لأن المية بتكون دافية، ويعتبر موسم التغذية عند الحيتان الحدباء.
وبتختلف درجة الأصوات في الغناء. فعند الغناء معا يتميز الصوت بأنه مرتفع وحاد، وعندما تكون الأصوات منخفضة فإنها تعتبر غليظة وتعتمد على درجة الصوت. ما هي درجة الصوت؟ درجة الصوت هو مقدار ارتفاع أو انخفاض الصوت. الله، وإيه ده؟ ده الدولفين. طب ازاي الدولفين بيتواصل مع اصدقائه؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان هو بيتواصل مع اصدقائه عن طريق خاصيه ايه؟ تحديد الموقع بالصدى. طب ودي بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق ان هو بيخرج اصوات من فمه، خلاص، فاذا اصطدمت بالشيء امامه فانها ترتد على صوره امواج بتصل الى اذنيه اللي بتكون حاسه السمع فيها قويه جدا وفائقه، خلاص، فهو بيستقبلها باذنيه، فبيبدأ ينتبه ويتواصل مع أصدقائه أو يدافع عن نفسه أو يأكل إيه؟ فريسته. تحت البحر في عجائب كتيرة جدا وغرائب، وهنكملها بعد كده. احنا كده خلصنا رحلتنا تحت البحر، يلا نطلع بالغواصة بتاعتنا فوق الأرض تاني ونبدأ رحلة جديدة في مكان تاني. هندخل دلوقتي مجتمع النمل. عايزين نتعرف على النمل وعلى المجتمع بتاعه. هنلاقي ان هم منظمين جدا جدا في داخل المستعمرة بتاعتهم. يعني ايه مستعمرة؟ يعني البيت بتاعهم اسمه مستعمرة. هنلاقي ان النمل مقسم نفسه الى ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى اسمها عاملات النمل، والتانية النمل الكشاف، والتالتة جنود النمل. اول واحده وهي عاملات النمل، لما بيكون الاكل قليل جدا جوه البيت بتاعهم في المستعمره، عاملات النمل بتعمل ايه بقى؟ بتطلق رائحه قويه، ودي تعتبر رسائل بتنبه بقيه النمل ان مفيش اكل او الاكل نقص. يقوم النمل الكشاف يطلع يجري بسرعه عشان يدور على اكل، عشان هو اسمه النمل الكشاف، بيستكشف المكان ويدور على الاكل، يدور على فتافيت العيش المرميه والحته السكر الصغيره ويجيبها علشان يخزنها في المستعمره بتاعته لوقت الشتاء. فالنمل الكشاف بيرسل رسائل باستخدام برضو الرائحه عشان يرشد بقيه النمل الى مكان وجود الطعام اللي هو استكشفه او لقاه، بدليل ان احنا لو مسحنا مكان النمل هتلاقي النمل ماشي في خط مستقيم، ولو جينا مسحنا المكان اللي هم ماشيين فيه بخط مستقيم هنلاقيهم هيتوهوا عن بعض ومش هيعرفوا المكان. وده دليل على ان هم بيستخدموا الرائحة في ان هم ايه؟ بيمشوا ورا بعض في خط مستقيم، يعني هم بيتواصلوا مع بعض وبيتفاهموا مع بعض عن طريق الرائحة، يشموا الرائحة ويمشوا وراها ورا بعض في خط مستقيم ومنظم. طيب يعني هما كده بيستخدموا حاسة ايه؟ حاسة الشم عن طريق الانف. رقم 3، بعد ما خلاص استكشفوا المكان ومشوا ورا بعض عن طريق الرائحة وراحوا للمكان اللي موجود فيه الطعام اللي هما وجدوه، بيتواصل جنود النمل مع بعض باطلاق الروائح في حالة وجود ايه؟ خطر قريب من المستعمرة، عشان يحموا ايه؟ المستعمرة بتاعتهم اللي هما تعبوا فيها. احنا نتعلم من النمل دون النظام، خلاص، وايه كمان؟ والتعاون والصبر. طب هنيجي هنا هنقول كيف تتشابه أنظمة التواصل ما بين النمل والبشر وما أوجه الاختلاف. هنجد بيتشابه النمل والبشر في ازاي، في ان هم بيتواصلوا ازاي، في انهم بيتواصلوا عن طريق نشر المعلومات، وان هم بيختلفوا في ان البشر بيستخدم لغة الكلام ولكن النمل بيستخدم الرائحة للتواصل بين أصدقائه. دلوقتي احنا هندخل منزل صديقتنا مريم علشان شفناها بتتفرج على الكرتون، وهنتفرج معاها على الكرتون في التلفزيون. التلفزيون شغال وعليه كرتون جميل عن القط والفار، وفجأة الارسال قطع وما عادش فيه صوت ولا صورة. الله، ايه اللي حصل؟ هو التلفزيون شغال لوحده؟ لا، ده هو متصل بطبق موجود فوق السطح عن طريق سلك. طيب يبقى اكيد حاجة حصلت في الطبق اللي موجود فوق السطح عشان كده التلفزيون توقف عن ايه؟ عن الارسال بتاعه. يعني معنى كده ان مش التلفزيون شغال لوحده، لا، دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن اجزاء متكاملة مع بعضها، وفي الاخر التلفزيون بيشتغل. طب ايه هي الاجزاء اللي بتتكامل مع بعضها دي عشان التلفزيون يشتغل ويجيب لنا الصوت والصورة اللي احنا بنتفرج عليها؟ التلفزيون وفيه فوق السطح الطبق، خلاص، اللي بيرسل الإشارات، وإيه كمان؟ وعندنا القمر الصناعي اللي موجود في الفضاء.
طيب هم بيعملوا بصورة منفصلة؟ لا، كلهم بيتكاملوا مع بعض عشان في الآخر يوصلوا لنا الصوت والصورة في التلفزيون بشكل صحيح. دي تعتبر نظام من أنظمة التواصل. طيب وإيه كمان عندنا؟ إن إحنا بنستخدم مع بعض عشان نتواصل مع بعض إيه؟ الموبايل. برضو ينفع الموبايل إن هو بيشتغل لوحده كده أو بمفرده؟ لا، برضو علشان نتكلم في الموبايل او الهاتف المحمول احنا مش بنتكلم فيه لوحده او مفرده كده، ولكن هناك هو مش جزء واحد، ولكن هو جزء من نظام متكامل من عدة اجزاء، ولابد لتلك الاجزاء ان تتكامل مع بعضها. فمثلا الهاتف المحمول بيتصل بيه، عندنا ابراج الاتصالات اللي احنا بنشوفها كبيرة قوي اللي برضو بتكون موجودة في سطوح بعض المنازل، والبرمجيات والقمر الصناعي لتعمل في ايه مع بعضها في بشكل صحيح. كده نقدر نستنتج ان اجزاء انظمة التواصل لا تعمل بمفردها، بل يجب ان تعمل معا في تكامل لاداء وظيفتها. وانظمة التواصل دي زي ايه بقى بين البشر؟ زي الهاتف المحمول اللي هو الموبايل او التلفزيون او الكمبيوتر. ده طبعا دي ما بتستخدمهاش الحيوانات، لان ربنا ميزنا عن الحيوانات بايه؟ العقل والابتكار. يبقى دلوقتي هنطرح سؤال، وهو كيف يتواصل البشر مع بعضهم او الاصدقاء مع بعضهم؟ هنقول بقى عن طريق ايه؟ رقم واحد عن طريق الاصوات او الكلام او الموسيقى، وهنا بتستقبلها حاسة السمع بالايه؟ بالاذن. رقم اتنين عن طريق الكتابة او الحركات وتعبيرات الوجه ولغة الاشارة، وتستقبلها حاسة هنا ايه؟ البصر بالعين. رقم تلاتة عن طريق الاضواء كالكشاف ووميض الضوء في المنارات الموجودة لإرشاد البحارة والسفن في البحر، وتستقبلها هنا حاسة البصر عن طريق العين، وأيضا إشارات المرور اللي احنا بنشوفها لما بنيجي نعدي الطريق سواء كانت حمراء أو خضراء، وبرضو بتستقبلها العين. وهنجد ان البشر بيتميزوا عن بقية المخلوقات بقدرته على الكلام وعلى الكتابة. وهنجد هنا ان الكتابة قد تطورت عام 3000 قبل الميلاد، انشأ المصريون القدماء نظام الكتابة الهيروغليفية والتي تتكون من 700 رمز، ثم انشأ البابليون في العراق نظاما للكتابة اطلق عليه الكتابة المسمارية، ثم شعوب المايا القديمة كانوا بيكتبوا بنظام الكتابة الهيروغليفية ولكنها تتكون من 800 رمز. وفي بداية القرن الخامس عشر قبل الميلاد عام 1400 قبل الميلاد قامت ثقافات عديدة بتطوير وتحسين الكلمات باستخدام مجموعة من الحروف. وفي أوائل عام 1100 قبل الميلاد استخدم المصريون ورق البرز في الكتابة، ويصنع ورق البرز من نبات البوص الذي ينمو في مستنقعات قرب نهر النيل. واخترع الصينيون نوعا من الورق استخدام أشجار التوت والخيزران الذي يعتبر لب الورق. وفي وقتنا الحالي استخدمنا اللغة المكتوبة لتسهل التواصل بين البشر وفهم الماضي ومشاركة الأفكار مع الأجيال في المستقبل. ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الكتابة القديمة والكتابة الحديثة بحروفها الأبجدية الحديثة؟ أوجه التشابه أن كل أنظمة الكتابة تساعد على التواصل بين البشر والتعبير عن أنفسهم وتوصيل المعرفة. أما أوجه الاختلاف، فأنظمة الكتابة القديمة كانت تعتمد على الرسومات من البيئة المحيطة، أما في الأنظمة الحديثة فتعتمد الكتابة على الحروف الأبجدية. ابتكر البشر شفرات خاصة باستخدام الصوت أو الضوء للتواصل مثل شفرة موريس، وهي إحدى طرق التواصل التي طورها صمويل موريس في القرن التاسع عشر، وهي شفرة بسيطة تتكون من أصوات صفارات طويلة وقصيرة يعبر عنها بكتابة مجموعات من الشرط والنقاط، وتمثل مجموعات الشرط والنقاط المختلفة حروفا مختلفة من الأبجدية، ويمكن التعبير عنها أيضا باستخدام أنماط ضوئية أي ومضات طويلة وقصيرة وأنماط صوتية.